اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم بث مباشر جديد. اليوم انايا كنستقبل واحد الشابه اللي تقلبات حياتها راسا على عقب. دارت حياتها بعد ما توفاو الناس اللي كانوا مربينا او الام اللي رباتها. هذه الام هذه اللي كانت حنينة فيها، وبعد الموت ديال هذه الام العائله طرداتها 10 طرده يوم العشاء وبلا ما تحن فيها. قالت لها خرجي للزنقه اللي كانت مربياك، ماتت ما تعرفينا ما نعرفوك. هنا هاد البنت الصغيرة هاد القراشة عرضة للشارع، وهذه قصة ليلى المراكشية. ليلى المراكشية اللي تعرضت لبزاف ديال الأزمات النفسية في حياتها، وكما تتعرفوا عاشت وعيشة في الزنقة وتدير بزاف ديال المشاكل. فمرحبا بك ليلى المراكشية اللي ما شاء الله مقبولة وتدخل الخاطر بزاف ديال الأمور لأنه الحظ والقدر ما عاونوهاش. ليلى مرحبا بك. امين اخويا. ليلى شنو هي حكايتك اختي؟ واخويا داكشي اللي كان عاودت لها السيد. عاود لي شنو وقع؟ واخويا الوالده اللي كانت معاه مسكينه ماتت وجرو عليها ولاده. واخا ليلى كيفاش داتك هاد المراه ومنين داتك؟ عاود لنا شويه مال الاول. كنت كانوا هما جوج صحابات وكانوا وحده كانت حامله بيا انايا وحده كانت حامله واحد الدريه. والدريه هذه امك البيولوجيه اللي كانت حامله بك هي وصاحبتها بدو جم حاملين في الفلوق. كانت جوج حاملين بيا، وحده ولدتني انايا وحده ولدت اختي ولدت هيايا بحال اختي. جوج صحابات حملوا بظروف خاصه وحملوا قد قد. حملوا قد قد، وحده كانت حامله بيا انايا وحده كانت حامله بك. امك حامله بك وصاحبتها حامله بنت اخرى. قلت اخويا تضحك خلينا. لا ماشي اللي كنضحك، غير السيد واقف. لا سيدي سيدي الله يخليك، خلي السيدة عافاك كتعاود لنا قصتها بلا ضحك. كمل انا. وحده كانت حامله بيا انايا وحده كانت حامله باختي تاهي بحال اختي راهي بعد تاهي مشات. امك حامله وصاحبتها حامله ببنت اخرى. ولدو قد قد. ولدونا قد قد. انا ولدوني دتني واحد برا رباتني. دابا ماماك ملي ولداتك عطاتك شي وحده. تربيك واحد المرا، المرا رباتني دات لي بحال ميمتها. قال يلا كان عندي شي داوني التربيه بزاف، تربيه صغيره يعني داوك صغيره. يلا ولدتك امك عطاتك. عطاوني. انت ما كتعرفيش باك ليلى؟ لا. ايوا عطاتك لهاد المناشي ربعوك، داوك من كازا لمراكش. الكازا لمراكش دات لي السيدة من الكازا لمراكش. بقيت لمراكش شحال، بقيت لمراكش شحال، ما عرفتش وتردد مشيت للخيرية. واخا ليلى كيفاش عرفتي راسك راكي مربية؟ شكون اللي قال لك هذوك الناس ديال مراكش راه ماشي والديك؟ امك راه حملات بك وعطاتك. ولا عفاك شحال شحال هذيك. كيفاش قالوها لك ليلى اختي؟ بقى يجبدوا الموضوع هو يجبدوا ديك التربية ولا ما التربية. ربوني ولا ما ربوني وانا نعرف الحقيقيه. وباش عرفتي ان هذيك راه ماشي امك البيولوجيه، ماشي هي اللي حملات بك، ماشي هي امك ديال بصح؟ كي درتي؟ ما درت والو الحمد لله والشكر لله. حتى يعني شرفتي مكتابك؟ هي اختها هي ماتت وبنتها هي ماتت، وبقيت اخويا وحدانيه ما عندي لا رحم لا حنين. غير رحم ولا الحنين. يعني واخا ليلى انت ملي ماتت امك نادوا لك خوتك اللي ديال المراه اللي مربياك اش قالوا لك؟ قالوا لي جمع حوايجك وسيري. قال لي هذيك الوالده اللي كانت مربياك راه ماتت، نتي جمع علينا حوايجك وسيري بحالاتك. شوفوا قلبوا لك على شي حاجه ولا قلبوا لك على والديك الحقيقيين ولا داك الشيء. طردوك؟ طردوني. ملي طردوك عائلتك وخرجتي فين مشيتي يا ليلى؟ فين مشيت للشوارع، بقيت ندور من هنا من هنا. انا تنعاود الزرقاء، انا تندور هنايا تيدورو معايا المحسنين. يعني وليتي مشرده ليلى اختي؟ وليت اخويا مشرده. تندير الله سبحانه وتعالى راه خليلي. دابا انت في شنو الظروف ديالك؟ كي كدوزي نهارك فين كتعيشي؟ غير مع الحباب ولا شنو؟ مع الحباب، مع المحسنين ومع خوتنا اللي كاينين هنايا. واخا وليلى فين كتنعس اختي؟ انا النهار انت مع الحباب والنهار دايج. ايوا والليله ليلى كديري في الزنقه خايبه اللي تكرفس عليك اللي يغوت عليك. زنقه خايبه بزاف، هذاك الشيء اللي تتشوف عمر ما تشوفو تولي تشوف حياتك اللي حامله مسكينه اللي والده. انت عمرك ما حملتي يا ليلى؟
الحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. الله الله سبحانه وتعالى راح يعطيه من 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 الفوق. يا ربي يسعدك ونعم بالله. ونعم بالله. ليلى انت يا ابو هاليه وقلبك زوين والناس كلهم كيبغيوك. كيبغيوك راه بصح انت عزيز عليا انا براسك عارف راسك عزيز عليا ليلى. انت عزيز عليا والله عزيز عليا ليلى حيت انت قلبك بياض وانسانه مربيه وماشي ديال التكرفيس انايا. وخويا سعد الله راه عارف كلشي تت. ونعم بالله انت هادشي ماشي عندك ذنب فيه، امك غلطات حملات بك وجات غلط بغلط عطاتك الناس اخرين وهذوك الناس داروا جهدهم ونهار توفاو اكيد كانوا باغيين لك السبه باش يقولوا لك اللي كانت بيناتنا راه ماتت خرج للزنق. فكروا فيك ما قالوا هاد البنت فين غنصيفطوها ما فكر فيا حتى واحد. خرجي بحالاتك خرجي بحالاتك. وخرجت ليلى للزنقه ولقات راسها مسرده لحين الله رحيم. محتاجة خويا ويلي يا ليلى شنو محتاجة اختي؟ محتاجة خويا شي 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 بيت نعس فيه. الحمد لله والشكر لله نتسترو لا بعد متنا الحمد لله والشكر لله. طول عمرك ليلى وان شاء الله تلقاي قلوب الخير اللي وقفوا معاك واللي كريو لك واخا غير بيت لانه بنت نقيه ماشي ديال الزنقه مشاهدينا الكرام ولقات راسها ضحيه واحد العائله اللي ما حناتش فيها لا اللي بيولوجيه اللي حملات بها ولا اللي رباوها. ما تلتقاش شحال عندك من العمل ليلى دابا؟ عندي شحال من عام؟ عندي 30 عام دابا. 30 عام ليلى اختي. واش باغا تلاقي مع امك البيولوجيه امك الحقيقيه ولا ما بغيتيش؟ بغيت نشوفها. عندك عليها شي معلومات؟ لا لا المعلومات لا والو. نتمنوا الخير ان شاء الله نتمنوا على انه ليلى تلقى اللي وقف معها. ليلى النمره ديال التليفون هي ديك اللي عطيتينا البارح؟ هي هذيك 32 هي هذيك الرقم. الرقم ديال التليفون ديالها راه هو مكتوب مشاهدينا الكرام غادي تلقاوه اكيد في الفيديو وفي اللايف اللي معك. الله يجازيكم بخير اللي يقدر يعاون ليلى ما يترددش لان ظروفها صعيبه والله يحسن العوان. الزنقه راه كتكرفس. نتلاقاو في الخير مشاهدينا الكرام الى اللقاء.